وسائل التواصل الاجتماعي صارت ساحة مفتوحة للكل، وكثير شباب صاروا يركزوا على صناعة المحتوى والتفاعل مع جمهورهم. بس السؤال المهم، شو نوعية المحتوى؟ هل هو فارغ ما له قيمة أو فيه رسالة وقيمة حقيقية؟ بالضبط، يعني زي ما حكيتي، المشكلة أنه خلينا نحكي في محتوى بيجمع ملايين من المتابعين، بس مش دائما بقدم معلومات أو خلينا نحكي فائدة حقيقية. بعضهم خلينا نحكي بركز على التفاعل السريع اللي بيكون دائما موجود، بس السؤال الأهم، وين القيمة؟ صح، والشباب هون لازم يكونوا واعيين لأهمية المحتوى اللي بيخدم المجتمع وبيعطي معلومة مفيدة. هو المحتوى اللي بيستمر وبيخلي الناس تثق بالشخص اللي بيقدمه، وأكيد صار الجمهور عنده وعي أكبر وصار يميز بين المحتوى اللي فيه فايدة والمحتوى اللي بس بضيع لنا وقتنا. يعني كمان خلينا نحكي المحتوى، خلينا نحكي كثير بده بحث وتحضير كثير، بترك أثر أكبر. الشخص اللي بتعب في تحضير محتوى أكيد وبكتبه بطريقة منظمة أكيد رح يوصل يكون له بصمة إيجابية ويغير مفاهيم هاي الناس. صح، مزبوط خالد، عشان هيك لازم نركز على المحتوى اللي بيثري العقول وبيخلي تفاعل مع الجمهور مبني على أساس قوي. أكيد مش غلط الواحد يحضر محتوى ترفيهي ويتسلى، بس برضه الأهم إنه يكون عنده فكرة ومعلومة حقيقية لحتى بالآخر أكيد نستفيد منه. يعني اللي بيصير خلينا نحكي حاليا إنه صناعة المحتوى ما صارت بس للشهرة، صارت مصدر دخل كثير قوي. اليوم بنشوف كثير ناس بيجيهم فرص عمل، عقود وإعلانات من وراء السوشيال ميديا. صح، السوشيال ميديا صارت وظيفة حقيقية. المشاهير مثلا على يوتيوب وإنستغرام صاروا يجيبوا دخل من الإعلانات، طبعا التعاونات مع الشركات الكبيرة، حتى ممكن إنهم يبيعوا منتجاتهم خالد عن طريق التواصل الاجتماعي، وصار ممكن الواحد يكسب الكثير من الدخل أكثر من وظيفة عادية. بس أهم إشي إنه يكون باني قاعدة جماهيرية واسعة. يعني أكيد القاعدة الجماهيرية مطلوبة، وكمان خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، النجاح في المحتوى بيفتح أبواب كثير كبيرة للشخص على مستوى الدولي. أنت بتصير كمؤثر، الدول تطلبك، مختلف الدول تسافر وتروح وتيجي وتتواصل مع مؤسسات وشركات. صح، عالمية، عشان وسعوا النطاق عملهم ويبنوا علاقات كثير مهمة. وخلينا نكون واضحين، العلاقات كثير مهمة بهذا المجال. وبتعرف شو الحلو خالد، إنه صانع المحتوى والمؤثر على السوشيال ميديا لما يكون ذكي ويستغل هاي العلاقات ممكن هو يفتح البزنس الخاص فيه ومشروعه الخاص، خصوصا لما بتعاون مع أسماء كبيرة. وهون بيظهر زي ما حكيت خالد إنه مش بس المحتوى مهم، أكيد أهم إشي هو المحتوى، ولكن كيف أنت تستغل هاي العلاقات والفرص لحتى تنفتح لإلك أبواب جديدة. يعني خلينا نحكي كمان المحتوى صار جزء من تسويق الذات. الشخص اللي بيقدم هذا المحتوى قوي بيكون عنده فرص للنجاح على منصات وتوسيع أعماله في مجالات كثير مختلفة، سواء كانت تجارية أو فنية أو حتى علمية.